نكمل وياكم الجزء الثاني من المساعدات الحكومة الكندية لأسنان الأطفال، وننزل بالبرنامج جوا راح نشوف منو يقدر يقدم على هذا البرنامج. منو يقدر يقدم على هذا البرنامج هي مجموعة أشياء لازم تعرفها. أكو اثنين benefit periods، يعني أكو دفعات اثنين. الدفعات الأولى اللي ما لحق عليها يقدر يقدم على الدفعات الثانية اللي هي كان البريد اللي قبل كان أكتوبر 1 2022 إلى جون 30 2023. البريد الثانية هسه عندنا تبدي من جولاي 1 2023 إلى جون 30 2024. هذا التشيك ليست مهم جدا حتى تعرف انه انت eligible، يعني تقدر تقدم على هذه المساعدات او لا. تجي لما تفتح البيج، احنا طبعا شوفناكم بالجزء الاول، هسه الجزء الثاني. لازم اول شيء الطفل مالتك يكون مولود على او بعد جولاي 2 2011 حتى يكون اقل من 12 سنة. فتجي هنا، اذا طفلك اقل من 12 سنة تضغط عليه حتى تسوي سلكت، يعني تخلي الماوس عليه وتخلي علامة الصح. ثاني واحد، your child received dental care service in Canada between July 1st and June 30 2024. شنو معناته؟ معناته انه الطفل مالتك انت يا اما ماخذ موعد بهذه الفترة من جولاي 1 2023 إلى جون 30 2024، هو الآخر حد للتقديم. فيقول لك أخذت موعد أو ما أخذت موعد. إذا أخذت موعد فتقدر تقدم، بس مجرد أنه أنت تأخذ موعد تخلي معلومات الطبيب وتخلي معلومات الأدرس العنوان، كل هاي الأمور تخليها بالأبليكيشن. إذا الطفل مالتك ما عنده appointment شو تسوي؟ لازم تسوي appointment قبل ما تضيف. يعني شنو؟ يعني تخبر الطبيب تقول له أنا أريد موعد حتى طفلي أو أطفالي، حتى تشوف أطفالي أكو عندنا هذا الدنتال بروجرام ونريد نسوي كفر عليه. يعطي لك موعد الدكتور وتختار أنت العيادة الدكتور وتأخذ من عندهم التفاصيل والعنوان والاسم. هذه كلها مهمة جدا. بعدين طفلك ما عنده access to private dental insurance program، يعني طفلك ما عنده أي شيء، يعني ما عندك أنت من عملك ماكو أكو شيء dental cover، يعني تأمين على الأسنان ماكو من العمل مالتك. فتجي على هذا الأوبشن، إذا ما عندك فتجي على هذا الأوبشن وتضيفه. شنو هو private dental program؟ اللي هو يقول لك child dental cost covered by private dental insurance، يعني هو تأمين صحي خاص من العمل مالتك أو الامبلوير مالتك صاحب العمل هو يجهزك بـ dental insurance اللي هو التأمين الصحي. فهذه الأمور مهمة جدا، همين لازم تضغط علامة صح على هذا. هنا أيضا الأوبشن الأخ، your child's dental costs are not fully covered by another dental، يعني إذا التأمين الصحي الخاص اللي عندك من العمل مالتك ما يغطي كل الأشياء اللي طفلك يحتاجها حتى أنه هو يكون أسنانه بصورة صحيحة وما يغطي هاي الأشياء، فتكتب هنا أنه التأمين الصحي اللي عندنا ما يغطي هاي الأشياء، فتكتب تخلي علامة الصح أيضا. هنا بهذا الأوبشن أنت only parent caregiver receiving CCB. CCB هي child Canada Child Benefit. Canada Child Benefit يعني أنت تكون ال only parent، يعني أنت أو زوجتك واحد من عندكم، لأن دائما المرأة في كندا هي اللي يجيها Child Benefit، لكن بعض الأحيان في حالات الانفصال يكون يجي للرجال قسم من البنفيت والمرأة قسم من البنفيت. فهذا الشيء يقول لك أنت ال only parent or caregiver، يعني أنت أول الوحيد، تقول له أوكي وتستمر. شنو الـ person who is eligible to receive CCB payments for child as of July 1st 2023؟ هذه مهمة جدا، انه
who's eligible, يعني انت بعد جولاي 1 2023 لازم يكون عندك child benefit يوصل لك فلوس من الحكومة لأطفالك. إذا انت بليت التاكسات مالتك مال 2022 تضغط هنا علامة الصح على هذا الاوبشن. أيضا إذا ما مليت، إذا انت جديد في كندا شنو اللي راح تسوي؟ إذا ما كنت resident of Canada in 2022 you may not have be able to file Canadian tax return for that year. شنو يعني؟ يعني إذا أنت ما موجود في كندا في 2022 أو جيت بنهاية 2022 وما عندك عمل، يعني تقدم شيء اسمه ال statement of income for 2022 when you apply for the CCB. انت عندك child benefit، child benefit اللي عندك هي الشيء الوحيد اللي تقدر تقدمه حتى انه تقدم على هذا البرنامج. هنا الاوبشن الاخ هو your spouse common law partner filed their 2022 taxes، يعني زوجتك او زوجك سووا الفايل تاكسز لل 2022، تخلي هنا إذا do not have spouse or common law partner as of July. إذا ما عندك partner or أو مرة أو أنت single أو زوجتك يعني أو مفصولين أو كذا أو جاي الكندا مفصولين، فأيضا تخلي عليها علامة صح إنه filed إنه هي ما موجودة أو الرجال ما موجود. الأبشر الأخ you adjusted family net income is less than 90,000 2022. يعني شنو؟ يعني إذا الإنكم مالتك أعلى من 90,000 أنت ما تقدر تقدم على هذا البرنامج أو هذا البرنامج ما راح يكون إلك. عندك الأبشن الأخير no one has applied for the additional payment for the child dental cost for the first benefit. يعني هنا تضغط على علامة الصح إذا أنت ما سويت apply على الـ first period. ليش؟ لأنه هم هسه راح يحاولون أنه إذا أنت ما قدرت تسوي apply على الـ first period فراح يحاولون أنه ينطوك الـ first period والsecond period أو وحسب المعلومات اللي توصلهم. You may be eligible for this benefit. You can apply until June 30, 2024. يعني تقدر تقدم إلى June 30, 2024 for the dental care your child receives between July 1st و June. تابعونا بالجزء الثالث من أسنان الأطفال والحكومة، مساعدات الحكومة لأسنان الأطفال في كندا، والرجاء من الجميع شير وحتى يوصل هذا الفيديو لكل الناس اللي محتاجين هذه الفيديوهات ومحتاجين هذه المساعدات.